بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. لأن الله لا يحاب الوجوه. ليش الله ما بيسير؟ ليش الله ما بيراوغ؟ ليش الله ما بيمشي شمال ويمين وطالع ونازل بيمشي دغري؟ لأنه الحقيقة، والحقيقة ولو قالت الأمور بمحبة ولكنها لا تراوغ ولا تساوم على الحقيقة. عشان هيك الله الحب والحقيقة لا يحاب الوجوه، وبالتالي إذا بتشوفوا مصير كل الأنبياء من العهد القديم إلى يوحنا المعمدان إلى يسوع المسيح، شو كانت النتيجة؟ كلهم اضطهدوا، سفكت دماؤهم ما بين الهيكل والمسبح. إلى تاريخ اليوم الناس بتحب اللي بيسيرها، الناس بتحب اللي بيملحس لها، الناس بتحب اللي ما بيقول لها غلطانة، وهيدي مش المحبة. الصديق هو من يقول الحقيقة، من صدق في الكون، والوالدين الصالحين هما من يؤدبان أولادهم على الحق. وعم نشوف نتيجة أولادنا المهروئين والمهروئات اليوم، لأنه كل شيء مسموح، كل شيء آه، ما في لا، ومش مزبوط كل شيء آه. مطرح ما لازم آه لازم آه، مطرح ما لازم لا لازم لا. وكيف بيربوا الأولاد؟ كيف بيكبروا على الصح والغلط؟ كيف بيعرفوا الحقيقة من الباطل؟ وصاير الإنسان اليوم اللي بيتجرأ يقول لا وقت اللي بيشوف غلط، صار هو الغلط، إن كان بي وإن كان أم وإن كان خوري وإن كان مطران وإن كان عامل وإن كان موظف وإن كان مدير. اتطلعوا بكل المطارح، مين أكتر ناس مضطهدين؟ مين أكتر ناس بيأكلوا أكل بالقتل باللسان وبغير اللسان؟ هن الأشخاص اللي عن جد عندهم جرأة يقولوا قدام حالهم وضميرهم لا. يا خيي ما في كرمال سير حدا، امشي بالغلط، بحبك برحمك على الشخصي، بركع مع يسوع وبوص لك إجريك، بس ما تساوم معي على الحقيقة، ما تجبرني امشي بمحل أنا غير مقتنع فيه. مش لأني أنا، لأني أنا بدوري وبمحلي هيك شايف، على القليلة هيك شايف. فالله لا يحاب الوجوه. وانتبه، إن أكلت قتل وإن أكلت اضطهاد، أنت وأنا لا أحلى من يسوع ولا أحلى من رسله ولا أحلى من أنبياء العهد القديم. وانتبه، طالما أنت ثابت على الحقيقة وأكلت اضطهاد، فرح لأنك ماشي بالحق. ومشين هيك منصلي لأجل بعضنا البعض اليوم مع يوسف، ومش صدفة طلبت منكم شو بيقول لك يوسف. يوسف سكت تيسمع الحقيقة، وقت سمع الحقيقة مشي فيها للآخر، لا سأل عن شريعة ولا سأل عن حرف ولا سأل شو بيقولوا أهله ولا سأل شو بيقولوا المجتمع ولا سأل شو بيقولوا الناس. أخذ مريم على بيته، خلص الله هيك قال هيك أنا بعمل. مشين هيك اليوم بطلب من يوسف نعمة إلي وإلكم، نعرف نسكت تنسمع صح، بس متى ما سمعنا صح ما نساوم، ما نراوغ، ما نحابي وجوه على حساب الحقيقة، وما نقتل أنبياء العهد الجديد لأنه بدي ساوم ولأنه بدي سير عائلتي ولأنه بدي سير مجتمعي ولأنه بدي سير أصحابي على حساب الحقيقة واللي حامل الحقيقة.